لو جينا اطلعنا على الارايفل باترنز في عمارة نفس الشيء اخذنا الزمن خلينا ناخذ مثلا هون هي 7 8 9 10 11 12 هلا رح نيجي لو جينا اطلعنا هلا هون عندي بدنا نحدد انواع الترافيك اللي في العماره، في عندي 4 انواع من الترافيك العماره رح ندرسهم بتفصيل اكثر بس رح اركز على رح اكتبهم هلا هون، اذا ترافيك او تايب اوف ترافيك. اذا لو جينا اطلعنا على العماره في عندنا 4 انواع من الترافيك، نظريا عمليا هم 3. عندي انكمينج ترافيك incoming traffic هو الترافيك اللي داخل على العمارة. فالعمارة أنا ممكن أفكر بالبيلدينج أي بيلدينج. إنها كأنها سيستم. كيف كنتوا تعرفوا بالثيرمال ساينس مش كنتوا تعرفوا سيستم ولو باوندري؟ أنا هون كأني بدي أحط باوندري حوالين هذا السيستم. هاي العمارة رح يكون في إلها exit entrance floors. مش شرط يكونوا طابق واحد طبعا ممكن يكونوا طابقين مثلا لو فرضنا انا عندي مدخلين للعماره فهذا راح اسميه انترنس اكزيت وهذا كمان انترنس اكزيت يمكن يكون مثلا شارع ثاني كل عماره جايه على شارعين شارع امامي وشارع خلفي فالناس كثير بدخلوا في ناس بدخلوا من هون في ناس بدخلوا من هون او ممكن يكون عندي محطه قطار او ممكن يكون عندي شوبينج سنتر جنبه جنب العماره في شوبينج سنتر ضخم في ناس بيجوا من الشوبينج سنتر بس انا قررت انه الباوندري الازرق هو هذا اللي بيحد هاي العماره فهذول الفلورز راح اسميهم اكزيت انترنس فلورز هلا فوقهم في فلورز من نوع ثاني اللي راح اسميهم اوكيبنت فلورز اوكيبنت يعني ما بقدر استعمل هذا الطابق للخروج والدخول للعماره ما في خروج من السيستم بس هذا له هدف الطابق ايش هدفه نقعد اسكن فيه يعني بشتغل فيه عندي مكتب فيه عندي شركه شيء زي هيك فهذول كلهم راح يكونوا اوكيبنت فلور راح نرمز لهم بالرمز او سي سي وهذاك راح نرمز له بالرمز اي ان تي فهذول انترنس فلورز هذول اوكيبنت فلورز اذا هلا لما بعرف انواع الترافيك المختلفه راح اعرف الانكمينج ترافيك الانكمينج ترافيك هو باسنجر الجيرني تبعته بتبدا في انترنس فلور وبتنتهي باوكيبنت فلور اذا خلينا نعرف نوع الترافيك الاول types of traffic نحطهم هون النوع الاول هو incoming traffic اللي هو from entrance الى occupant flows اي journey طبعا احنا هون بنحكي رح نحكي عن passengers راشنال باسنجرز راشنال يعني ايش يعني راشنال عقلاني شخص عقلاني انا ما بحكي عمالي عن شخص جاي يلعب بده يكون عقلاني تصرفه بده يكون تصرف عقلاني فهو لما بيجي على انكمينج فلور هلا ما في باسنجر راح يجي على فلور وجيرني تبعته تنتهي بنفس الفلور لانه هذا تصرف الراشنال لا عقلاني في طلاب الهندسه زي هيك في الراشنال بيهيفير في الاولاد صغار اللي بيكونوا بيلعبوا هذا بس احنا رح نفترض هون انه عندي راشنال اذا هون اسيوم راشنال بيهيفير نفترض انه رح يتصرف تصرف عقلاني اذا هذا الانكمينج ترافيك اجينا دخلنا على العماره رحنا على الطابق تبعنا اشتغلنا وعملنا هاي شربنا قهوه خلصنا كل شيء بدنا نروح شو صار الترافيك الجديد هلا ثاني اوت جوينج ترافيك اوت
والاوتجوينج ترافيك راح يكون من اوكيبنت فلور الى انا راح اسميه انترانس بس انا عارف انه هو انترانس اكزيت انا بس الاختصار بسميه انترانس فلور اه هو بورت اذا هون بنروح على او بروح على انترانس فلور وببدا من اوكيبنت فلور وهذا اوتجوينج ترافيك فهذا راح يكون من الاوكيبنت فلور طالع للانترانس اكزيت فلور هذا نوع الترافيك الثاني وين راح يكون هذا دوميننت في مكاتب اذا كانها مباني مكاتب راح يكون هذا دوميننت الصبح الاوتجوينج ترافيك وين راح يكون دوميننت العصريات مش هيك او المساء هلا صار عندنا ترافيك جديد اللي هو عند اللانش تايم عند فتره الغداء امتدت ساعات العمل صار عندنا معظم المكاتب والمؤسسات بعكس مثلا قبل 20 سنه صار عندي ساعات العمل امتدت للخمسه صار الناس ما يروح على الثنتين ويتغدى زي ما كان زمان صار بده هلا ممكن واحد يقرر يروح على البيت يتغدى ويرد يرجع بس هو راح يطلع من العماره ويرد يدخل مره ثانيه مش هيك او بده يطلع برا العماره ياكل مثلا اذا في محل سندوتشات او شيء او مطعم هذا ويرد يرجع فبدا يصير عندنا هلا بفتره هي 8 هي 9 10 11 12 واحدة اثنتين ثلاثة أربعة خمسة اوكي هاي ال فصار عندي هاي الفترة هون رح يكون في عندنا هون لانش تايم هون عندي هون عندنا أرايفل فراح يصير عندنا الدوميننس للانكمينج ترافيك هون الدوميننس للاوتجوينج ترافيك هون وهون راح يكون عندي جزء من الترافيك جزء منه انكمينج وجزء اوتجوينج وفي فيس شيفت بينهم راح يبدا اوتجوينج وبعدين راح يشد انكمينج اللي راجعين منه النوع الثالث اللي هو ايش راح يكون ايش تتوقعوا الان ممكن في جيرنيز شو ضل؟ اوكيبنت لاوكيبنت تمام هذا بنسميه انتر فلور انتر فلور ترافيك هل ممكن واحد يروح من اوكيبنت فلور لاوكيبنت فلور؟ زي ايش؟ من مكتب لمكتب تمام عنده اجتماع مثلا اذا هاي شركه واحده اذا هاي مثلا لبنك واحد ماخذ العماره هاي كلها البنك هذا عندهم غرف اجتماعات هون مثلا وناس موجودين على الطوابق الثانيه او مثلا بده يروح يشوف مثلا شخص ثاني في العماره فراح يصير في عندي انتر فلور ترافيك عماله بروح من اوكيبنت فلور لاوكيبنت فلور هذا بنسميه انتر فلور ترافيك اللي هو من اوكيبنت فلور الى اوكيبنت فلور هذا امتى بكون دوميننت امتى بصير عاده بالفتره هاي الفتره هاي بين هاي الفتره اللي هي ما بين الصباح واللانش تايم عندي الفتره هاي يكون في لنا اجتماعات حركه ممكن يكون كمان الفتره هاي ممكن يكون في مطعم ممكن يكون احد الطوابق هذول مطعم ممكن يكون في كاش ماشينز على هذا الطابق وشيء زي هيك فممكن هذا الطابق يصير فيه عليه ضغط مثلا الناس يروحوا عليه اذا هاي عندي النوع الثالث من هذا انتر فلور ترافيك والنوع الرابع والاخير شو بتتوقعوا ممكن يكون؟ شو ضل عندي من الاوبشنز هاي؟ من انترنس لانترنس هلا هذا في عليه خلاف انا اروح مرات من انترنس واروح على انترنس ثاني في حالات ممكن تصير في معظم الحالات راح يكون هذا صفر بس ممكن حالات معينه اذا عندي كار باركس ممكن العماره هاي فيها كار باركس يعني ممكن هون عندي كمان طوابق اربع طوابق كار باركس مثلا وكار باركس انا باجي بصف سيارتي هون وانا شغلي بهذا الطابق بس هو انترنس اكزيت فلور مثلا فممكن يكون عندي في حالات معينه وفي حالات بكون زيرو فعندي هون اذا هذا بنسميه انتر انترنس وهذا راح يكون entrance to entrance entrance floor to entrance floor هذا النوع الرابع من الترافيك ليش بهمنا هذا؟ لأنه بهمنا بالتصميم بهمنا بالتصميم نشوف ايش احنا اللي متعامل معه اذا في عندي incoming traffic بكون من entrance ل occupant outgoing من occupant ل entrance inter floor من occupant ل occupant و inter entrance من entrance ل entrance هذا هون ضعيف رح يكون عادة ضعيف الدوميننت رح يكون الصبح incoming والمساء اوت جوينج وبعدين احيانا بكون في عندنا ميكستشر ما بين الاثنين اذا هاي الثلاث انواع او الاربع انواع من الترافيك